شوف شد لي ما تعالش معوش تليفون لا هز تليفونك حيتاش انا راسي اللي غندير فهمتي شتش تليفونك ناس لا من قاعد وقاعد ناسي عاد صباح الخير اخويا سي ايوب بغيناك تحكي لنا يعني كيفاش القصه مع الحمام وهذا العشق ديال الحمام ومرارا كنا كنشوفوا يعني اي شيء خوش ولا شي حاجه يعني قرب الحمام ولا شي حاجه كيطلع لك الدم كيطلع لي الدم حيتاش ما كيتكاثرش لينا الحمام وما كيعطيش هذيك الجماليه اللي بغينا وكنتمناو نكونوا دخلنا السكينة تصطات واحد الفرحة نتمنى ندخلوا السكينة واحد الفرحة وبحال أي واحد كنقولوا لي عندك عندك وأنت وحنا حنا كنتمناو السكينة تفرح بينا و أنا 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 بغيت نسولك أخويا أيوب يعني كيفاش كانت القصة ديالك مع الحمام؟ القصة ديالي مع الحمام 2020 سمعنا بواحد الخبر اللي كان عاجل ديال المقلال في المدينة ديال سطات وبعض النافورات اللي تسدوا بعض الأماكن اللي ديال الزراعة اللي كان فيها الماء وكح قررنا الجمعية ديالتنا قررت دير بأن دير لهم واحد المقر فين يشربوا يعني عندكم السي أيوب جمعية وعلى حسب ما كنعرف انا يعني حاولتي انه دير قناه يعني خاصه بهذا الحمام قناه خاصه بالحمام المدينه ديال سطات والجماليه ديالها اساس غير التنشيط اليومي باش ما نملش في الحياه ديالي وداك الشيء فين ما كيطلع لي الدم كنخرج نجيب واحد السركينه في المدينه ديال سطات وكنصور الاجواء الزوينه ديال المدينه ديال سطات الحمد لله كاينين شي مناظر عندنا هنايا في سطات كنبغيو نبينوهم الناس اللي داخل ارض الوطن ولا اللي خارج ارض الوطن كنبغيو نشاركوا معاهم اي حاجه وكان العشق ديالك انه تكون هذه الساحه هي ساحه رئيسيه ديال الحمام وساحه يعني تكون كباقي الساحات ديال الحمام بحال مثلا ساحه الحمام الدار البيضاء كنبغي نقول للناس بان هذه الساحه هذه درناها لكم باساس باش تجيو تصوروا الوليدات بحال كازا بحال انتم مشيتوا لكازا اي واحد كيدكي غير على مدينته مدينه سطات كيبقى يسولوك ديما ما كاين لا مرافق لا مكينه فين نلعب وليداتنا لا والو حاولنا هاد البلاصه هادي منا يشرب الحمام منا يستافد الحمام ومنا تستافد السكينه ديال المدينه ديال سطات وحاولت يعني خصصتي هاد اللي بغى يعني انه يعطي الحمام خصصنا لهم هاد الحكيكات الصغيورين درناهم لهم اللي عنده ياخذ واللي ما عندوش حتى هو ياخذ اللي عنده ياخذ واللي ما عندوش هذه غير مبادره انسانيه اللي ما عندوش اي هزه ماشي مشكله عادي بلا ما يتشاور معايا الا ما كانش عنده بلا ما يتشاور معايا الحق يهز راه ماشي مشكل جمعيتي انا قاده على هذه المسؤوليه ديال هذا الحمام وهذا الاطعام ديالو الحمد لله كما كتشوف كيجيو عندنا ناس
كيدفقوا ليه الماء يوميا، وكيجيو كيلوحوا ليه حتى الماكله يوميا. استاذ الحاج بن زين كيجيو اعداء. كيجيب الماء والماكله، وكيجيو شي ناس الله يكثر خيرهم حتى هما عجبتهم الفكره وندمجوا مع هذه الفكره، وكنتمنى لهم ربي يحليهم بيبان الجنه ان شاء الله. وبالاساس الطيور هادو دير الخير تلقاه. كاين كل جمعيه باش مختصه، كل جمعيه باش مختصه. احنا جمعيتنا مختصه دابا حاليا بالحمام ونلقى في ساحه الحمام فقط. احنا جمعيتنا جمعيه احلام الشباب، كنبغيو نعبطوا الحمام، ومن الشهر ولا شهرين كنحاولوا ننظفوا الامكنه باش حتى الناس الداخليه ولا الناس الساكنه ما يتضروش بهذا الحمام هذا. ايوب متتبع من المتتبعين، كيسول شنو هي المعاناه ديالك اللي كتعانيها من اجل الحمام؟ المعاناه اللي كنعانيها من اجل الحمام، كاينين بعض العيالات اللي زعما كيصيبوا ولادهم وكيشوفوا الحمام قدامهم كيتريش وما كيعطيوش القيمه. حنا راه عندنا ليه القيمه، حيتاش الحمام اول مره ملي بغينا نعبطوه هنا راه مشينا شريناه هو مازال صغير، بحال اللي كتشريو الفلالس وكتربيهم، حنا كنشريوهم حميمات وليدات وكنشدوهم وكنكبروهم، وكيجيو المشاشي ياكلوهم ونعاودو تاني نشريوهم. والحمد لله ربي قدر يوصلنا لهادشي اللي بغيناه، والحمد لله راه وصلنا. اما بالنسبه ديال الحمام اذا كان كثير ولا قليل، كيجي واحد الوقت اللي كيعطي واحد الجماليه من كيطلقوا الانطلاقات، كيجي كيعبط كيستريح يشرب. ايوب السيد الحاج بن زين حاول انه يشد ليهم مسرع ويجيب ليهم الماء، يعني كيف كتشوف جاب ليهم مسرع وجاب ليهم الماء، يعني زياده على الزرع اللي مخصو نتايا. زياده على الزرع، حيتاش كاينين الناس ولاد الخير اللي كيبغيو. اخر كيقول لك علاش كيذبحوا الحمام؟ علاش كيذبحوا الحمام؟ الله محرم الحمام الكبير، ما جاش محرمه، ولكن هو الحمام الكبير ما كيصلحش الذبيحه. الانسان ما عرف شنو كيقول ليه راسو، عطى الله ما يتكال. راه ما جيش حنا في عهد الجاهليه ولا، راه عطى الله ما يتكال. واش دقيت على باب ما يعطينيش خبزه؟ قول لي دقيت على باب ما يعطينيش بصيله؟ كيبغيو يديروا بان راه كاين الفقر عندك. الفقر ما كاينش في المغرب، الفقر راه الا جيتي تشوفيه راه كاين في شي مناطق اخرى، راه كاين الفقر. ما نقولش لك الفقر ما كاينش، ولكن اساس حمامه وسط المدينه كبيره تشدها تبغى تذبحها راه ما جاتش، راه ما يمكنش. اما حمامه تكون جيب ولدك راه من حقي ندوي، اذا كان ما من حقيش غنحيدو. راه من حقي ندوي. اساس ديال الحمامه محطوطه برك تاكل وبركة تشرب، راه خاصها السلام امان الله. ملي كتهبط راه كتعرف واحد البلاصه راه مامنه، راه كاين شي واحد اللي مامنها، راه ضروري خاصها تهبط وتاكل وتشرب. الا بان ليا شي واحد خلعه راه ما نخليش، واخا ما نعرف شنو وقع ليه. ونقول لك واحد الكلمه باش تعرف، اقسم بالله العظيم هاد المعاناه اللي عشتها في 2020 و2021، خصوصا الحمام شاري انا برزقي، الحمام شاري برزقي باقي صغير وربيته على حساب ايديا باش نعطي هاد الخطه اللي بغيت، على حساب يجي وليدي يتصور معانا. وكيجي كتجي امراه ما خاصها توري لولدها كيفاش تفهمه، ما كتفهموش، كتقول لي سير تلعب معاه، سير هزها، سير ضرب. والله يا خويا بحال سمعتيها. الا كنت كذاب يعطيني العمى بحال سمعتيها. ولكن راه ماشيش العيالات كاملين باش نبغيو، بعض العيالات قلال كتلقى 1% هو اللي كيدير بحال ما هادشي هذا. وكنتمنى العيالات، كنتمنى العيالات اي امراه كتفرج في هذا اللايف هذا، كنتمنى الا كنتي من هذا النوع سمحي لي يا اختي، راه حيتاش هادشي هذا راه خايب بزاف، خطوره لاولادك بعدا كينا، خطوره لاولادك، راه كيما تدين وتدان. الرسالة اللي كتوجهها سي أيوب، اللي كتوجهها بخصوص هاد الناس اللي كيحاولوا أنهم يتكرفوا على الحمام، كيقتلوا الحمام، الحمام واحد هو وسيلة للسلام. أي مدينة فيها الحمام راه لا تخليها البراني، كيعرف هذيك المدينة راه فيها السلام. آمينة وسالمة. آمينة وسالمة. حيتاش الانسان ملي كيدخل وكيشوف شي ساحه فيها حيوانات اللي كطير ومحطوطه فوق الارض وما طايراش للسماء،
بلاد امنه. انا لا دخلت شي بلاد وسولت على شي ساحه مثلا ديال الحمام وقالوا لي ما كايناش، انا عارف هذيك البلاد ما امناش، فهمتي؟ والحمد لله البنادم بدا يندمج وبدا كيشوف الفكره ديالتنا وبدا كيتعاون معانا، ما بقيناش كما المره الاولى، بدا كيتعاون معانا بنادم. كيشوف شي واحد كيخلع الحمام كيقول ليه لا، كيشوف شي واحد غادي يشافر حمامه كيقدر يخلي ولده يتبعه باش يطلق هذيك الحمام يسيبها، حيتاش كيكون عنده وليدات غدي لهم ماكله و... فهمتي عنده وليدات بلا ما نخليو بلا ما نخليو هذوك الوليدات يرجعوا هيكل عظمي في شي قنت، خليو لهم الام ديالهم باش توصل لهم الماكله. خويا البيات بناحيه كل وحده ملي كتجي كاينين الدواور، كاينين المدن، كاينين المدن، كاينه اللي كتجي تما البرشيد. بعض الناس كيقول لك بانه الحمام كيخلص المدينه، هذا مو الحمام الا كانت النظافه يخنز المدينه، حيت هو الا ما كانتش النظافه يخنز المدينه، حيت هو بحال كياكل لك من الزباله، هو كياكل بحالنا بحالو، فهمتي؟ راه بحالنا بحالو. دابا هذا واش كيطلق شي خنز هذا؟ واش هذا كيطلق شي خنز؟ دخلت لك بالله، هذه كتسمى فارينه، هذا راه ما كيطلقش الخنز، هذا اللي جيت نقول لك الخنز يطلق هي المدينه. لا تنسات الحمد لله المدينه كاينين فيها مواليها اللي خدامين فيها واللي كيتقاتلوا عليها باش يزيدوها لقدام، باش حتى هي وصلوها. راه حنا ما جيش دراري صغار. هو انه هاد الساحه تكون ساحه ديال الحمام. ساحه الحمام مؤقته، اساس اللي قلت لك عليه هو الجفاف، بغي الخير لنفسك. هذا كيقول لك بغي الخير للناس، ياك حنا لا كنبغيو الخير للناس، هذا نبغيو لنفسنا حنايا. هاد الحمام هذا ربي مزازيه، كيما تكافينا به حنا. الله يكثر خير اي واحد حيانا واي واحد وقف معنا. الرجال والشاعر وليت هو يعني عزيز علينا. مرحبا. كان الناس تشوف الحمام معزوز من عند الله، كيقول لك سير بحالك انت يجي غيرك، هذه راها باينه. علاش الحمام عزيز على يجي غيرك؟ الحمام عزيز على كل شيء. الحمام واحد طير واحد، شوف حمام السلام سليم. فاطمة مرت الرسول عليه الصلاة والسلام دارت واحد المريبي ضصاته وحطات فيه الماء ودارت فيه شوية المويكلة الحمام، وجو عند ناس وسولوها وقالت لهم هذا كيتسمى أجر الأول، كل حبة القمح بعشرة حسنة. القمح بعشرة حسنات. كل حبة القمح بعشرة حسنات. وكنبغيو نشكروا اي واحد اللي تساهم واللي ما تساهمش، شكرا ليه بزاف. هذا راه غير محبه، ما جيش كنديروا بها شي حاجه ولا، راه غير محبه. والقناه اللي فتحنا راه باديه من 2020 حتى يعني 2024. من 2020 كيفاش عشنا المعاناه وكيفاش كرفسنا وكيفاش عمل مهرجان درنا. اما السيد اللي قال لك على حساب الوسخ، متفق معك، حنا كنجيبوا اكثر من 200 شاب، وكنجيبو اكثر من 100 شطابه، واكثر من 20 باله، وكنجيبو الطوارو وهداك الشيء ديال البلاستيك من عند الشركه ديال حمله النظافه، وكنمشيو لعند الداخليه باش تجي توقف معنا تامل لينا البلاصه. هو صراحه انا سي ايوب كما قال واحد الاخ، كانت هاد النافوره ديال هاد الساحه ديال المقابله ديال العود، كان خدام فيها الماء، وكانت كتعطي واحد الشماليه. متفق. تصور كون كانت هاد الساحه ديال الحمام وهذيك النافوره هي خاسره دابا تقريبا واحد المده ديال 3 سنوات ولا 4، يعني كون كانت خدامه غتعطي واحد الجماليه رائعه لهاد الساحه هادي. انا نقول لكم واحد الكلمه، حيتاش حنا مشينا سولنا على هاد النافوره هادي، وسولنا على حتى هاد النافوره، قالوا لك ما يجيش المشكل على الخسائر ديالهم، قال لك المشكله على الماء قلال. قال لك غاديين يقدروا يبداو ينقصوا الماء من الليل لليل ولا يسدوا، ولكن الحمد لله بدات واحد شويه المارك شي واحد الامطار صبات. شي موقف طريف وقع مع الحمام، ظلموني بزاف بعض الناس اللي شافوا هذه الفكره هذه غاده مزيان، وجاو وبداو كيضربوني، بداو كيشوشوا عليا. شفنا هذاك يعني شفنا واحد المنظر ديال شي شخص بدا كيهرس لك هذا القصاري. القصاري ما كيتهرسوش لنا المره الاولى ولا المره الثانيه ولا المره الثالثه، ديما اي واحد على حساب
الاحساد هذا هو والكراهيه الاحساس يعني. وكيفاش ملي كتمشي لواحد بعض الامكنه هنايا في الجرادي عموميه ما كتلقى حتى كرسي راكب في بلاصتو، ما كتلقى حتى بركاصه راكبه في بلاصتها. علاش؟ فين ما يشوفوا شي واحد كيهرس هذاك الملك، راه ماشيش ديال الدوله، راه ملك عمومي، راه الملك ديالك انت والملك ديال امك والملك ديال بواك، تم المحافظه عليه بحالنا حنا كنحافظوا عليه. كنشكروك بزاف، امين، كنشكروك بزاف، وهذه بادره طيبه ولك كل الشكر والتشجيع. كنشكروك، كنشكروا جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء لقناه على المباشر على التواصل ديالي. لك جزيل الشكر خويا ايوب. امين، شكرا.